مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديونا مختلف، فيديو كله بهجة، كله سعادة، كله حب. الفيديو ده للعريس الأمور والعروسة الأمراية أسامة وعلا من طنطا. العريس والعروسة يتامى كبروا مع بعض في الدار، لما فكروا يرتبطوا ويتجوزوا راحوا كنوع من التغيير كتبوا كتابهم في جامع برا الدار. اكتشفوا ان مش معاهم اصحاب، مش معاهم لمة، مش معاهم اهل، ما عدا عدد قليل جدا من صحابهم اللي هم معاهم في الدار. فبدأ حد من صحابهم يفكر فكرة حلوة جدا، وده بقى الميزة في السوشيال ميديا، ان هو يعمل دعوة على الفيسبوك لكل الناس تحضر فرح علا واسامة. يعني اللي تخيل نوع من البهجة، وبالفعل المصريين عملوا مليونية رهيبة في المجدعة وجبر الخواطر والحب كلهم، لدرجة ان علا هوريك الفيديو دلوقتي، واسامة لما نزلوا من العربية لقوا مفيش مكان حتى يدخلوا من كتر زحمة الناس واستقبالهم الرهيب. شايفين بس المنظر عامل ازاي؟ انا عاوزة الفيديو ده كلنا نفضل مع بعض كده، ايد واحدة، كلنا نفضل نساند بعض، نجبر خاطر بعض ونفضل مع بعض العمر كله. يا رب يسعدهم ويهنيهم. هسيب لكم تغطية للفيديو، لكن الفيديو بيدخل السعادة على القلوب، وهسيبكم مع لقطات من الفيديو. دعوة حلوة من قلبكم لعلا. زي ما انتم شايفين كده العريس والعريس نزلوا ومفيش مكان اصلا حد يقف، زي ما انتم شايفين كل طنطا. بجد تحيه كبيره قوي ليهم، وكل شباب طنطا وبنات طنطا وستات طنطا كله حب يشارك فرحتهم ويسعدهم كمان ويبقى موجود معاهم. شايفين المنظر من بره عامل ازاي؟ مفيش مكان اصلا ان حد يقف. اهو شايفين اقتحام فظيع وضرب نار، فرح رائع رائع. وجوه القاعه بقى كل شباب طنطا كان بيرقص لأسامة، وكل بنات طنطا كانوا معاها. بجد حاجة تسعد، حاجة يعني بجد يعني أسعدتني جدا مع السنة الجديدة. وإن شاء الله يكون السنة دي كلنا مع بعض ندعم بعض ونقف جنب بعض ونجبر خاطر بعض.